شيخ صابر هات لي على الملأ. حضرتك على قلت على إن الملأ. هم بيرفعوا الأذان يعلنوا التوحيد يقيمون الفرائض، فلا يجرؤ أحد بأن يقول على هذا التنظيم بأنه كافر. أولا لازم نفهم القضية علميا في قضية التكفير، وهذا باب سده الأزهر الشريف في فتواه. إذا علقنا كلمة الكفر على بعض الأفعال والإتيان ببعض المعصية، يبقى بعد إذنك معلش كده هنكفر ناس كتير قوي. وأراد أو أرادت المؤسسة الكريمة أن تقفل بابا يفتح شرا على الأمة قاطبة، إذ أن اللفظ النبوي في تفسير كلمة الكفر يقول السادة العلماء، يعني فضلتك أسيبه يتمادى في القتل؟ طب أنا بعد إذنك لا أسيبه يتمادى في القتل وإراقة الدماء وسفك الدماء باسم الإسلام يا فضيلة مولانا. عفوا معلش بس استطرادة بس خارج عن الموضوع ليس لها علاقة بالموضوع. فإحنا بنتكلم كلام علمي. لما ناخد علمنا الديني بناخده من السابقين ومن علماء فسروا القرآن والأحاديث، وحملوا ألفاظ النبوية التي قيل فيها كفر أو شرك على غير خروج من الملة. اللي بيقولوا اللي بيكفر يقول كلمة التكفير مقرونة بأمر، هل هو خروج على الملة أي عن ملة الإسلام، أم أن فعله أوتي أو جاء بفعل يبلغ درجة الكفر أو درجة الكبيرة. تاخد بال سيادتك يا سيدنا؟ معاك. يبقى إذن عشان نعرف نؤصل الكلمة، بس لما نقول القرآن لما بتكلم القرآن الأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، خلي بالك بقول إيه؟ المؤمنين مش قال الكافرين. يبقى إذن عندي خلاف في اتنين بيتصارعوا، الكويت والعراق بيضربوا بعض، أقول على أنه كافرة، أقول على معتدي وباغي، أقول مرتكب كبيرة وإراقة الدم محرمة لا شك في ذلك، لكن ما أقدرش أقول عنه كافر. ليه؟ لأن القرآن قال وإن طائفتان من مين؟ من المؤمنين اقتتلوا. يبقى عندنا في فرق، يعني أفهم من كلام حضرتك أنه بتعتبر تنظيم داعش مؤمنين؟ في فرق بين إيه؟ بين كفر يخرج من الملة وكفر جحود وإنكار وكفر إنكار معلوم من الدين بالضرورة. دي كلها أنواع الكفر، أنواع الكفر ليست واحدة حتى نقول دي كافر خلاص الكافر. هقول لحضرتك على حاجة، حديث الجماعات مثلا المتشددة متمسكة به، أول ما تحلف مثلا بيمين لو كان لغو، لو قلت مثلا رح ورحمة أبوي، عندنا حديث صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك. هتقول ايه بقى في الحديث دي انت سيادتك؟ مين المشرك بقى على مستوى العالم؟ لا انا ما اقولش، انت اللي تقول حضرتك. لا ده مش انا، مش قصدي اقول لسيادتك، يعني لو احنا علقنا امر الكفر او الشرك على اللفظ النبوي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حلف بغير الله فقد كفر او قد اشرك، لا كل هذه الالفاظ. قال ابن سيدنا ابن عباس سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم مضاف مضاف المسلم عفوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما قتاله كفر يعني اللي يقتل المسلم منحول ستك. انا بس عايز اوصل مع حضرتك. لا مش توصل، انا اقول وبعدين اكمل وانت تقول براحتك. لا ما انا بناقشك، انا مش بقول انت اللي بتقوله، انا بس احنا عندنا السؤال بس عندنا العلماء قالوا ايه اللي يقتل المسلم؟ ما انا بستفسر، مش حضرتك قلت دلوقتي اللي بيقتل ده واحده بعد اذنك يعتبر كافر؟ اكمل لو سمحت بعد اذنك. احنا قلنا ان لفظ الكفر دي بيحتمل امور. لما نقول ايه السبب ان الازهر الشريف قفل الباب ده، قفل باب ان ما نكفرش حد اعلن التوحيد واقام فرائض الاسلام وبيقول لا اله الا الله. طب معلش انا مش احنا نعرف منين هما بيقولوا فرائض الاسلام؟ انا اللي بشوفه اللي بسمعه، لكن انا ماليش ان انا اشق عن قلبه. عندنا حدث عظيم جدا، سيدنا أسامة بن زيد بعثه صلى الله عليه وسلم في سارية. ده يقل داعش يا مولانا. سيدنا أسامة ده يقل بتاع داعش، هل شققت عن قلبه يا مولانا بعد اللي بيقتلوه؟ ده واحد عفوا لا انا بحب حضرتك بعد اذنك كمان مره، انا بحب سيادتك عشان خاطري معلش. اتفضل اتفضل عشان مش تبقى فيه لا يا فندم. اتفضل قول براحتك. اتفضل يا فندم. فقتل احد الناس بعد ان قال لا اله الا الله، قال أقتلته يا أسامة بعد أن قالها؟ أنت قلت بعد ما قتلها قال الكلمة دي تقول قتلته؟ قال له قالها علشان يمر عشان ينجي من القتل. قال له هلا شققت عن قلبه؟ يبقى إذن هناك أفعال تصدر من الإنسان. بس صبري معلش أكمل كلامي بعد إذن يا فندم. براحتك خلاص، مش لازم أسأل
مش هكمل وعينا تسال عشان أستفسر. عشان المعلومه تبقى كامله لازم استفسر عشان المعلومه تبقى كامله. اتفضل. اللي حضرتك بتقوله دلوقتي يعني المثال اللي حضرتك قلته انا مش شايف فيه شبه. ليه؟ لانه دول ما قالوش لا اله الا الله واحنا بنقول يلا نقتلهم، انما دول كل الجرائم اللي بيرتكبوها يعني بين لينا كلنا. انا عاوز اقول ستة وحضرتك حاجة. قلت انه من قتل مسلم ده بعد فهو كافر. ده حديث النبي. بس في فرق بين ده. كلمه ما نقول احنا نفسر الحديث والايه القرانيه مش انا افسرهم بس، لا ده في علماء وفي ضبط للغه ايه المقصود وايه الهدف، وفي حديث قبل وفي حديث بعد وفي حديث انكر وفي حديث ايد. يقول سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ كل الالفاظ التي حملت على التخليد في النار او على اشياء تفهم منها انها كفريه او شركيه دون اثبات علاقه المرء بالتلفظ او الاتيان بامر مخالف لامر معلوم من الدين بالضروره بالاسلام للاسلام فتحمل على الكبائر وليس على الكفر. احنا عاوزين نوصل معلومه للمشاهد عشان يبقى مرتاح نفسيا. ايه هي؟ نقول ان كلمه كفر ليست على مطلقها ولا كلمه ايمان، كما للايمان شعب للكفر شعب. اذا الانسان جاء بشعبه من شعب الايمان او انقص شعبه من شعب الايمان يبقى ايمانه ناقص واحد. لو قلنا مثلا الايمان 70 انت جبت 69 من الايمان يبقى عندك واحد ناقص. الكفر قد ايه؟ الكفر 70 شعبه جبت واحده من 70 يبقى انت خدت خصله من خصل الكفر لكن مش حكمت عليه كفره. يقول دي في ايه؟ يقول آية المنافق 3 أو آية المنافق 4 إذا جمعت فيه يبقى منافق، ولو كان فيه خصلة من هذه الأربعة أو الثلاث فهو فيه خصلة من النفاق فليتبرأ منها. يبقى عاوزين فهم المشاهد إن الكفر دي مش كلمة تطلق على إيه؟ على مصرعيها. لما نقول مثلا إنسان أتى بأمر مخالف للشريعة وذكر فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلمة كفر يبقى كله كافر؟ يبقى احنا هنكفر الأمة كلها.